مرحب بيك كابتن هيثم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. ومعي في هذه اللحظات نجم النادي الأهلي لاعب إيهاب أمين. طبعا في البداية برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، ألف مبروك الفوز النهاردة. عايزة بقى تكلمني عن مباراة اليوم وأداء الفريق. الله يبارك فيكي. الحمد لله، طبعا المكسب أول حاجة. الماتش كان يعني صعب شوية في أوقات، يمكن عندنا إصابات كتير قوي، لعيبة بتلعب في مراكز غير مراكزها خالص يعني، فالموضوع كان صعب شوية على بعض اللعيبة، بس الحمد لله قدرنا نفرق في الشوط الثالث شويه وكسبنا فرق 20 بونت، اعتقد فرق مريح. ماتش العوده يوم الجمعه ان شاء الله مش هيبقى ماتش سهل برده في ملعبهم، عندنا زاد علينا اصابه عمر طارق فبرده هتفرق معانا كتير قوي، بس ان شاء الله اللعيبه اللي موجوده تقوم بالدور. زي ما حضرتك قلت ماتش يوم الجمعه هيكون مش سهل خالص، هتستعدوا له ازاي يا كابتن؟ اعتقد زي اي ماتش هنستعد له، كوتش جوستي بيحترم كل المنافسين، وهم كان احنا النهارده ما كناش مدينهم حقهم زياده يعني، كنا المفروض نحترمهم اكتر من كده، فان شاء الله هنبقى مستعدين اكتر يوم الجمعه. عندهم لعيبه كتيره كويسين، النهارده عرفناهم اكتر وعرفنا مفاتيح اللعب وطرق خططهم اكتر، فاعتقد يوم الجمعه الماتش يعني هنبقى مستعدين له احسن من النهارده. جماهير النادي الاهلي دايما بتكون الداعم الاول لكل اللاعبين، ايه الرساله اللي تحب توجهها لكل جماهير النادي الاهلي او الوعد؟ يعني الوعد يعني احنا هنبذل طبعا اكتر مجهود، يمكن عندنا اصابات كتيره قوي، بس بقول لهم ان اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله كلها رجاله وكلها يعني هتحاول تركز وتبذل مجهود مضاعف الفتره الجايه عشان تعوض غياب المصابين. بشكرك جدا يا كابتن، مبروك مره ثانيه. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي كابتن ايهاب امين. مستمرين معاكم طبعا في تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي، العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.